بعد كسر نصاب جلسة أمس لانتخاب الرئيس، هل يفكر الحزب الديمقراطي بالعودة للمفاوضات مع الاتحاد الوطني من أجل منصب الرئيس؟ شكرا جزيلا. طبعا الديمقراطي الكردستاني ضمن تحالف انقاذ وطني يمضي بمشروع التحالف، مشروع تشكيل الحكومة، والديمقراطي الكردستاني على يقين أنه الأيام القليلة القادمة سيشهد يعني سيكون للمشهد السياسي انفراج سياسيا، وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية، وستكون للجلسة نصابها، يعني ستشهد الجلسة اليوم الأربعاء نصابها القانوني، وبالتالي سيمضي تحالف الإنقاذ الوطن بمشروعه لتشكيل الحكومة. هذا من جانب. من جانب آخر، إلى الآن يعني الديمقراطي الكردستاني منذ اللحظة التي قامت اتحاد الوطن الكردستاني بتنصل على الاتفاق. لو سمحت لي أستوقفك قبل أن نذهب إلى التحدث مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ذكرت بأنه الموضوع سيمشي باتجاه جلسة يوم الأربعاء، وهناك ربما تحالفات جديدة، يعني إنقاذ الوطن يعني متأكد بأنه سيدخل إلى جلسة الأربعاء ب يعني نواب آخرين سينضمون إليه، وبذلك يمكنه أن يحقق النصاب وينتخب الرئيس؟ يعني طبعا تحالف إنقاذ وطني من خلال اتصالاته ومن خلال حواراته، سواء كان مباشرة أو غير مباشرة مع الجهات الذين قاطعوا الجلسة، هذا أمر طبيعي يعني أن يسعى التحالف إنقاذ وطني في يعني إقناع بعض الجهات التي قاطعت الجلسة. هذه الجهات ربما تكون خارجة عن الإطار التنسيقي، طيب. هذا أمر طبيعي، ولذلك هناك أمل كبير لأن تعقد الجلسة يوم الأربعاء ويتم انتخاب رئيس الجمهورية. طيب. أما بالنسبة لاتحاد الوطن الكردستاني، قلت في مثال حديثي أنه الديمقراطي الكردستاني منذ اللحظة التي قامت الاتحاد الوطن الكردستاني بعدم يعني تنفيذ الاتفاقية التي حصلت بيننا وبينهم، إلى الآن الديمقراطي الكردستاني لم يسد أبوابه أمام الاتحاد الوطني الكردستاني. هناك يعني حصلت بعض خلاف بيننا وبينهم على موضوع رئاسة الجمهورية، لكن يعني على الاتحاد الوطني الكردستاني أن يدرك تماما أنه طيلة الدورات الماضية منصب رئاسة الجمهورية كانت بيد قيادات من الاتحاد الوطني الكردستاني، وحتى عندما تبوأ السيد برام صالح منصب رئاسة الجمهورية هذا كان خارج التوافق البيت طيب. الكردي، ولذلك لكن مع ذلك الديمقراطي الكردستاني لم يسد أبوابه أمام الاتحاد الوطني الكردستاني، وتجري اتصالات بيننا وبينهم، والاتحاد الوطني الكردستاني شريك أساسي مع الديمقراطي الكردستاني طيب. في أقليم كردستان، وشارك مع الديمقراطي الكردستاني في تشكيل كابينة تاسعة لحكومة أقليم كردستان، لكن الديمقراطي الكردستاني إلى الآن يؤكد على أنه مرشحه ومرشح التحالف الوطني هو السيد ريبر أحمد، وديمقراطي الكردستاني نحن نرى أنه من إحدى استحقاقات الانتخابية للديمقراطي الكردستاني هو الحصول على طيب. منصب رئاسة دكتور الجمهورية. نعم. بما نعم. أن التحالف إنقاذ الوطن يبدو أنه يسير بخارطة تحالفات كما ذكرت حضرتك، نفس تلك الخريطة التي مشى بها في جلسة أمس، ألا يوجد أي طرق أخرى للتوصل إلى اتفاق مع الإطار التنسيقي من أجل أن تمشي جلسة الأربعاء المقبل؟ طبعا يعني لا يخفى على أحد أنه الدور الذي قام به الديمقراطي الكردستاني، وخاصة دور فخامة رئيس بارزاني عندما بادر بإطلاق مبادرة يعني لحلحلة المشاكل التي واجهت البيت الشيعي، لكن يبدو أنه المشاكل لا تزال موجودة بين الإطار والتيار. هذا أعتقد أنه يعني مرتبط بالبيت الشيعي أكثر من أن يكون مرتبطا بالبيت الكردي، لكن مع ذلك الدعوات من الديمقراطي الكردستاني كانت قائمة في حل هذه المشاكل، لكن يبدو إلى الآن هذه المشاكل لم تحل، ولذلك
يعني النصاب أعتقد أنه يعني نحن في جلسة يوم السبت الماضي توصلنا إلى 202 من الأصوات، يعني حصلنا على 202 من الأصوات، ولذلك أعتقد أنه المسافة ليس ببعيدة، يمكن طيب. للاتحاد الإنقاذ الوطني الوصول إلى 220 طيب. صوتا من الآن، يعني من اليوم إلى يوم الأربعاء هناك يعني مساحة واسعة ووقت متاح للتحالف إنقاذ الوطن لكي يقوم بكل جهده ويبذل كل جهده من أجل الوصول إلى من أجل الحصول على هذه على هذا العدد. ولكن هناك توقعات بأنه حتى ربما جلسة الأربعاء المقبل قد تشهد تأجيلا أو صعوبة بالانعقاد إلى السبت المقبل، ما رأيكم؟ نحن نريد أن نسبق الأحداث، نحن لدينا أمل بأن تعقد الجلسة ويتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية، ولا نريد أن نضع العربان يعني العرب قبل الحصان، ولكن كلنا أمل أنه سيتم عقد هذه الجلسة وسينتخب رئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أنه لا نريد يعني أن بلد العراق يعني يدخل في نفق أظلم، ونريد نحن يعني نرى بأنه الانسداد السياسي يمكن يعني أن يشهد انفراجا عندما يتم انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبار رئاسة الجمهورية هي مرحلة مفصلية للتشكيل الحكومة، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بالتكليف أحد الأشخاص طيب. وهناك طبعا مرشح لمجلس الوزراء ومرشح تحالف انقاذ الوطن السيد جعفر الصدر، الأمر هو أمر دستوري، يعني نحن نرى أنه يتحتم على جميع المشاركة في جلسة يوم الأربعاء، لأنه يعني حتى إن لم يصوتوا لمرشح تحالف انقاذ الوطن لكن اكتمال النصاب هو واجب وطني، وعليهم يعني الالتزام بالتوقيتات الدستورية طيب. حتى لا يدخل العراق إلى نفق أظلم، ولا يعني العراقيين ينتظرون من الذين تم انتخابهم والآن هم يمثلون الأطياف من الشعب العراقي طيب. والعراقيين ينتظر منهم الكثير، والعراقيون يؤكدون على ضرورة حضور النواب سواء كان من المستقلين أو من الأحزاب الأخرى لاكتمال النصاب ولكي تجرى العملية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية والتشكيل الحكومة. وربما يكون بعض المستقلين الذين تمارضوا قبل الجلسة في موعد الأربعاء المقبل قد شفوا من أمراضهم وربما يلتحقون في الجلسة، لكن هناك من يرى بأنه المستقلين الذين لم يحضروا الجلسة ليس بالضرورة أن يكونوا قد ذهبوا مع الإطار التنسيقي، بل ربما أمور أخرى، ربما مرض أو سفر وما إلى ذلك منعهم من القدوم إلى الجلسة. كيف تنظرون للمستقلين الذين لم يشاركوا في جلسة السبت أمس؟ يعني حتى لو كانت لديهم شروط لا مانع لدى تحالف إنقاذ الوطن بالتنفيذ هذه الشروط عندما تتم تشكيل الحكومة، وبالفعل يعني كان هناك بعض الجهات من المستقلين قدموا شروطهم للتحالف إنقاذ الوطن، والتحالف إنقاذ الوطن وافق على شروطهم، هذا أمر طبيعي، ولأنه المستقلين أيضا لديهم أجندة سياسية ولديهم أهداف يريدون أن يحققوا من خلال مشاركتهم في المؤسسة التي تسمى مجلس النواب العراقي، يعني هذه هي المؤسسة الوحيدة التي يعني من خلالها تستطيع كل القوى السياسية وكل النواب العمل فيها بشكل دؤوب، لكن ليس من أجل تغليب المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية، لا، إنما من أجل المصلحة الوطنية ومصلحة العراقيين، لأنه في الحقيقة العراقيين بحاجة إلى أن تكون هناك حكومة تكون قادرة لمواجهة التحديات والنهوض بالواقع العراقي والعراقيين، وعدم دخول العراق إلى فراغ دستوري ومما لا يحمد عقباه بعد ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطية الكردستانية دكتور ريبوار باباكي.